يسعد اوقاتكم مشاهدينا، رجعت لكم بحلقه جديده من برنامج تكنولوجي. مثل ما عودتكم انا محمد صيبع، بكل اسبوع رح طلع عليكم لعرفكم على اهم واخر الاختراعات بعالم التكنولوجيا، والتي تساعد على تحسين وسائل الاتصال وزياده قرب العالم. ورجعنا من جديد مشاهدينا، وبأولى فقرات حلقة اليوم رح نحكي عن فقرة اختراعات التكنولوجيا. واخترنا لكم اليوم أحدث اختراعات شركات التكنولوجيا. تخيل أن تتمكن من إجراء مكالمات هاتفية أو إرسال رسائل نصية دون الحاجة إلى حمل هاتفك، أو أن تتمكن من تتبع لياقتك البدنية وصحتك دون الحاجة إلى ارتداء ساعة ذكية. هذا بالضبط ما يقوم به الجلد الإلكتروني، وهو عبارة عن جلد صناعي يمكن ارتداؤه مزودا بمجموعة من الميزات الإلكترونية. يتكون الجلد الإلكتروني مشاهدين من مواد مرنة وقابلة للتنفس مثل السيليكون أو المطاط. يتم دمج هذه المواد مع الإلكترونيات الدقيقة مثل الرقائق والحساسات لتوفير مجموعة متنوعة من الميزات. تشمل بعض الميزات المحتملة للجلد الإلكتروني مثل الاتصالات. يمكن استخدام الجلد الإلكتروني لإجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل النصية دون الحاجة إلى الهاتف، ويتم ذلك بتقنية البث اللاسلكي مثل البلوتوث أو الواي فاي. ومن ميزات الجلد الإلكتروني أيضا تتبع اللياقة البدنية. يمكن استخدام الجلد الإلكتروني لتتبع لياقتك البدنية مثل معدل ضربات القلب وعدد الخطوات التي تخطوها، وذلك عن طريق مجموعة متنوعة من المستشعرات مثل مستشعرات معدل ضربات القلب ومستشعرات التسارع. والميزة الثالثة مراقبة الصحة. يمكن استخدام الجلد الإلكتروني لمراقبة صحتك مثل مستويات السكر في الدم وضغط الدم، ويتم ذلك بمجموعة متنوعة من المستشعرات، بالإضافة إلى العديد من المزايا المحتملة للجلد الإلكتروني. ومع ذلك هناك أيضا بعض التحديات التي يجب التغلب عليها قبل أن يصبح الجلد الإلكتروني متاحا على نطاق واسع. من هذه التحديات هو أنه لا يزال قيد التطوير، وهناك بعض المشاكل التي يجب حلها، بالإضافة إلى ذلك قد يكون الجلد الإلكتروني مكلفا. والآن مع فقرة أهم الاختراعات العلمية في التاريخ. يبقى الاختراع له أثر فعال على مر العصور ليثبت يوما بعد يوم مدى أهميته، واليوم رح أعرفكم على اختراع بطاقات الائتمان البلاستيكية. ظهرت البطاقات الائتمان منذ عام 1970، ولكن الآن تحولت إلى بطاقات رقمية، وهذا لا يعني أن شركات بطاقات الائتمان سوف تختفي، إلا أننا في الواقع لا نزال بحاجة لخدمات مثل سامسونج باي وأندرويد باي وأبل باي. نحن فقط لم نعد بحاجة لحمل بطاقات بلاستيكية بعد الآن، وهذه التكنولوجيا الحديثة سوف تساعد على انخفاض معدلات الاحتيال والسرقة، فلن يستطيع أي شخص أن يرى رقم بطاقة الائتمان الخاصة بك بعد الآن، ولن يتمكن من تزييف بصمات الأصابع الخاصة بك. وصلنا معكم لفقرة أهم الاختراعات الطبية. قبل صناعة السماعة الطبية كان الأطباء يسمعون نبضات قلب المريض بوضع أذن الطبيب على صدر المريض وسماع النبض وصوت النفس. كانت الطريقة ليست عملية، وذلك بسبب سمنة بعض المرضى، حيث تقوم الدهون المتراكمة بين القلب والجلد بحجب صوت القلب. وبسبب هذه المشكلة اخترع الطبيب الفرنسي ليني لينيك سنة 1816 في باريس سماعة خشبية تقوم بتضخيم الصوت القادم من القلب، ولم يتغير هذا المبدأ حتى يومنا هذا. السماعة الطبية من أفضل الاختراعات الطبية في عصرنا هذا، حيث تساعد العديد من الأطباء على الوصول على التشخيص الصحيح والسليم. السماعة الطبية أو المسمع أو المسمع أو الستيتوسكوب، وتعني حرفياً جهاز مراقبة الصدر، وهو جهاز طبي يكشف فيه السامع
عن أصوات داخلية لتفحص الأعضاء الداخلية إن كانت طبيعية أم لا. وقد أصبح الجهاز لا غنى عنه في تشخيص الأمراض، حتى أنه أضحى رمزا لمهنة الأطباء، وغالبا ما نراهم يعلقونه حول رقبتهم. مبدأ الجهاز ذكي وبسيط، إذ يعتمد أساسا على 3 أجزاء: القمع المكلف والخرطوم وقطعة الأذنين. كان الوصف الموثق الأول للجهاز يعود لتاريخ 8 آذار 1817، ونحو عام 1830 بدأت التعديلات للنماذج بالظهور عبر بيير بيوري الذي أضاف جزءا من العاج لقطعة الأذن. وفي نفس الفترة تقريبا بدأ تبديل الخرطوم الخشبي بآخر طري يصل القمع المغلف بقطعة الأذن، إلا أن الجهاز الخشبي ظل منتشرا لعقود عدة. الجهاز المعد للأذنين سويا كان فكرة للصنع منذ 1829، لكن لم ينفذ عمليا إلا ابتداء من سنة 1851، وظهر أن الخرطوم المعد من المطاط كان ليس على قدر كاف من المتانة، ولذا توقف تصنيعه. المواد البديلة المطروحة لصنع الخرطوم كانت المعادن ابتداء من عام 1852. أوائل القرن العشرين طور ربابور وسمبراغ جهاز ذي القمع المزدوج، حيث يكون جانب واحد فقط منهما هو المغلف. في عام 1961 طور الطبيب ديفيد ليتمان الجهاز لشكله المعهود في أيامنا، المزود بقمع قابل للتغيير، ومن بعدها اخترع جولدنبرغ نموذجا آخر من السماعات. حلقتنا لسه ما خلصت، وصلنا معكم لفقرة أحدث الاختراعات، واليوم رح نحكي مشاهدينا عن نظام ديل اي 2، وهو منشئ صور بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن إنشاء صور فنية من خلال نصوص أسسته شركة أوبن اي اي في كانون الثاني عام 2021، ويستخدم التطبيق النصوص في إنشاء صور أصلية بوجود 3.5 مليار معلمة، ويمكن أيضا أن يصمم صور أكثر دقة ب4 مرات ومطابقة للواقع مقارنة بالإصدار الأول. يمتاز التطبيق بسهولة الاستخدام، ويمكن تعلم استخدامه من خلال البرنامج التعليمي للموقع الرسمي، والذي يصف كيفية إنشاء حساب وتسجيل الدخول. وإذا كنت تمتلك حسابا في شركة OpenAI فقط قم بإدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للتحقق، وقم بعدها بإدخال نص وصف بسيط للشيء الذي تريد البحث عنه، كي يستطيع منشئ الذكاء الاصطناعي التعامل وإنشاء الصور والحصول على نتائج من خلال الرسائل النصية. وقد اتخذت شركة OpenAI عددا من الإجراءات لمنع إساءة استخدام التطبيق في ظل عدم وجود حد للهجمات الإلكترونية، ولكن قد يساهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الداعمة لها في انتشار هذا التطبيق خلال الأشهر والسنوات القادمة. وصلنا معكم لفقرة اختراعات غيرت العالم. رح نحكي اليوم عن الطباعة. لن نكون مخطئين إذا ما قلنا أن الطباعة كانت وسيلة التواصل الأولى التي تلاها ظهور العديد من وسائل التواصل الأخرى، فبعد اختراعها تغيرت بشكل كامل الطريقة التي كانت تستخدم في تخزين المعلومات ونقلها، كما مهدت الطباعة الطريق أمام عصر النهضة وأمام الثورة العلمية. وعلى الرغم من أن الطباعة الخشبية كانت سائدة منذ 220 قبل الميلاد، إلا أن آلة الطباعة التي ابتكرها يوهان غوتنبرغ في عام 1440 هي التي أحدثت الفرق في عالم الطباعة، فقد جعلت المعلومات متاحة لعامة الناس، وكان التنور الفكري الذي ساد بين الناس بعد ذلك هو ما جعل العالم متطورا بالشكل الذي نعرفه الآن. ووفقا للتقديرات فإن نحو 60 مليار صفحة تطبع في كل عام، والفضل يعود في ذلك بشكل كبير إلى آلة الطباعة. ورجعنا مع فقرتنا الأخيرة مخترعون من هنا وهناك.
ويبقى السوريون مصدر الفخر في سوريا والعالم. اليوم بفقرتنا عن أهم المخترعين رح خبركن عن المخترع السوري الدكتور شادي الخطيب. خريج جامعة لوفين الكاثوليكية بدرجة الماجستير والتخصص، وهو اختصاصي معتمد في طب الأسنان الأطفال وطب العناية الخاصة بالأسنان، ولديه سنوات من الخبرة تركز على توفير رعاية الأسنان حسب احتياج كل طفل والمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة. حصل المخترع السوري الدكتور شادي الخطيب على المركز الأول في مجال الابتكار الطبي ليكون بين الشباب العشرة الأكثر تميزاً في العالم لعام 2021، وذلك في المسابقة التي أقامتها الغرفة الدولية GCI. نجح في المسابقة عن فئة الابتكار الطبي، وذلك بمشاركته بمجموعة من براءات الاختراع التي حصل عليها في مجال العلاج بالأعشاب الطبية، مبينا أن المسابقة سنوية وتقام على مستوى العالم للشباب ذوي التأثير في مجتمعاتهم في مجالات عدة، منها الإنجاز الطبي وقطاع الأعمال والاقتصاد والعمل الإنساني والإنجاز التكنولوجي والإنجاز الثقافي والإنجاز الشخصي وتطوير الذات والإنجاز الأكاديمي. الخطيب ممثل عن جامعتي دمشق والمنارة، والمدير التنفيذي لإحدى شركات المنتجات الطبيعية والنباتات الطبية في سوريا، ورئيس الجمعية العلمية للأعشاب الطبية والطب التكميلي والتجانسي والتغذية. ويهتم الخطيب بتحقيق المخطوطات العربية الطبية القديمة ونشر أبحاث علمية تظهر الوجه المشرق للحضارة العربية والطب العربي باللغة الإنجليزية، وله نشرات علمية عالمية عدة، ويحضر حاليا بحثا علميا عن العلاجات السورية التقليدية. والخطيب حاصل على الميدالية الذهبية لأفضل اختراعات في العالم في كونشان بالصين لعامي 2014 و2018، كما أنه حاصل على شهادة من أكاديمية الويبو العالمية للملكية الفكرية كخبير في مجال براءات الاختراع، ونال الدرع التقديري من وزارة التعليم العالي العراقية وجامعة بابل في المؤتمر الدولي الثالث للابتكار عام 2020، إضافة لجوائز عدة من معرض الباسل للإبداع والاختراع لدورات 2014 و2016. التفكير الإبداعي مهارة ناعمة يمتلكها جميع الناس بدرجات مختلفة. إذا كنت تظن أنك لست مبدعا، فهذا يعني أنك لم تطور هذه المهارة بالممارسة أو بالمزاولة، لكن لا تقلق، فالوقت لم يفتك بعد لتطوير هذه المهارة. لهون مشاهدينا بيكون خلص وقتنا المخصص معكم، انطرونا بحلقة جديدة، وقت تضلوا ألف خير.